يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوكي البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهاراً، بينما يسود ليل طقس هائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. القاهرة العظمى 39، الصغرى 28، الإسكندرية 35-25، مطروح 33-24، بورسعيد 35-27، والإسماعيلية 41-25. ونذهب إلى السويس، السويس العظمى 41، الصغرى 25، العريش 37-24، طابة 39-28، شرم الشيخ 41-31، والغردقة 41-31. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 44، والصغرى 28، أسوان 45-30، الوادي الجديد 44-24، شلاتين 42-30، وأخيرا حلايب 37-31. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.